طبعا راح أراويكم هذه هذه الشركة محل بيع قطع غيار أجهزة التكييف. زين شو اسم هذا الشركة؟ كوهين. شو اسم يا مدير؟ مدير شو اسم كمبني هذا؟ كوهينور. زين موجود المصفح ميم 9 صح؟ ام 9. اوكي طبعا شو اللي عجبني عندهم؟ عجبني الفيديو هذا. زين راح ارويكم الفيديو عن قطعة تلحيم الوحيد اللي وجدت انه يشرح عنها بشكل جيد. راح اوقفها لغاية ما يظهر الفيديو. طبعا هذه راح الشركات مثلا تعامل معها، وكان في لقطة عن مقطع عن قطع الغيار الموجودة عندهم. هذه قطع الغيار متوفر عندهم. هذا كم محل او شركة؟ شركة. طبعا انا جاي اصور من الشاشة مالهم، ها شاشة العرض عندهم. هذا بعد كمبرسر كبير عندك انت؟ كم طن؟ شلر كمبرسر. والله في موجود؟ ما شاء الله. كم كره؟ هنا. كم طبعا نتكلم عن الحقنة، حقنة تحسين أداء الكمبرسر. طبعا الشاشة هذه تعرض أشياء مفيدة. انا صورت عشان هذا المعجون، هذا اللي يوقف التهريب، فالوحيد اللي شرح كيفية استخدامه. زين خليكم عن الفيديو. يعني يقول لك تعجنه لغاية ما يستوي الخليط واحد. زين بعدين تحطه على مكان التهريب. غطي مكان التهريب فيه. طبعا عندي هذا المعجون بس ما جربت صراحة، وشفت الفيديو هذا وعجبني. يعني اللي عجبني في الفيديو يقول لك cures in few hours، يعني راح يعالج المكان خلال ساعات. فتستخدم بعد هيتر جن او سخان. يعني اول مرة اعرف انها تستخدم له سخان اساس انك تيبس المعجون. طبعا يقول لك انه راح يتحمل 800، وهذه الاماكن اللي ممكن تلحم فيها. زين فعجبني الفيديو هذا وقلت خلني اسوي مقطع كامل. زين ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى نتعلم مع جمال. Thank you.
انا ما جربته صراحه. اللي يجربه بشكل صحيح او سليم يخبرنا يعني. انا ما جربته، ان شاء الله ممكن راح اجربه في المستقبل. ايضا سالت سؤال بخصوص الحساسات هذه، بعض الاخوان سالوني عن كيفيه فحص الحساسات. ان شاء الله في المستقبل راح اظهر اطلع مقطع هذا خصوص، فسالت عن حساسات. مدير الحين خلي بس يفضى وراح اكلمه. يا مدير، هذا سنسر هذا، انت شو كلام اول؟ زين، هذا سنسر في غير مال المكيف او جنرال مستبيشي جري كارير، في غير يعني ولا سيم؟ مدير سنسر ها؟ لا لا، هذا يعني كله مكيف غير سنسر ولا سيم؟ لا كارير ديفرنت، يور ديفرنت. او جنرال مستبيشي، او جنرال ديفرنت ومستبيشي موديل نمبر ريكويرد، يونيت موديل نمبر ريكويرد. ايوه، يعني يقول لك كل وحده لها حساس مختلف. زين، 1 طن 2 طن 3 طن سيم ولا غير؟ 3 طن ده يعني او جنرال 1 طن. او جنرال 1.5 2 2.5 3. ايوه سيم ها؟ بس لازم نجيب اولد، يجيب قديم بعدين مشان بدلي. لا يوقف ديفرنت كارير ديفرنت ال جي ديفرنت. ايوه بس هذا يعني الشركات تختلف، لذلك يعني الافضل جلب القديم وراح يعطيك المناسب للشركه. نرجع نختم مره ثانيه، يلا مع السلامه. اوكي، هذا المحل.